نظمت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية جنوب دارفور بالتعاون مع ديوان الزكاة ومنظمة الفاو مخيماً لتطعيم الماشية في محلية رهد البلدي، ويستهدف المخيم الرعوي الأول تطعيم 45 ألف راس من الماشية. وتأتي أهمية تنظيم المخيم من واقع الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولاية جنوب دارفور، والتي تفوق 17 مليون راس من القطيع، ويعول عليها في إحداث نقلة كبيرة في دعم الاقتصاد القومي. والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. دارفور التي تمتلك اهتمامات كبيرة بصحة الحيوان ظلت توليها السلطات المختصة هنا في ولاية جنوب دارفور التي تمتلك أكثر من 17 مليون رأس من الماشية بأنواعها المختلفة. ولتعزيز فرص صادرات الثروة الحيوانية جاء المخيم الرعوي المجاني بمحلية رهيد البردي والذي يهدف لتطعيم الماشية. العدد المستهدف في هذا المخيم هنطعم إن شاء الله 120 ألف راس، 120 ألف جرعة ما يعادل 45 ألف راس. أهمية القطيع القومي على مستوى ولاية جنوب دارفور البالغ عدده تقريبا 17.8 مليون راس. ربطنا هذا العام 7 مليون راس من جملة 17.8 من مختلف السر الحيوانية. الشراكة الذكية بين وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية والأمانة العامة لديوان الزكاة ومنظمة الفاو في تنفيذ المخيم ستشكل دفعة قوية لتحقيق الأهداف المرجوة. نحن في ديوان الزكاة قمنا بتمويل هذا المخيم وبالأدوية أو بالأمصال، والآن عندنا قافلة دعوية مرافقة لهذا المخيم، وهذا قليل من كثير يقدمه ديوان الزكاة لقطاع الأنعام والتحديد حنا الرحل، وهنالك مخيمات أخرى وخدمات أخرى بالإضافة لإسناد الرحل. وسبق وأن ساهمنا بمضخات مياه لأخواننا الرحل. حكومة محلية رهيد البردي من جانبها تنظر لإنفاذ المخيم من زوايا عديدة باعتبارها محلية تحادد عدد من دول الجوار. هذا التطعيم أهميته في أنه هذه المواشي بتعبر حدودنا إلى تشاد وكذلك لجمهورية أفريقيا الوسطى، وهم الآن متحفزين لرحلة العودة، فلذلك تأتي هذه الأهمية. ونأمل أن تستمر هذه المخيمات لما لها من أهمية بتسهم في صحة الحيوان الذي يسهم في الاقتصاد القومي على مستوى سوداننا الحبيب. ووفقا لتوجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء الأخ حمدوك في أنه يعني بالضرورة الاهتمام أو لا بد من الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية. أهل البادية عبروا عن تقديرهم للسلطات المختصة لإنفاذ المخيم مطالبين بمزيد من الخدمات لقطاع الرحل. حسن حامد، قناة طيبة، جنوب دارفور.